معكم موقع العرب. معنا الحجة أم محمد فاطمي بشية، طبعا بتسكن في مدينة طمرة. يعني حجة، بالأمس القريب التقيتي مع أحد أشقائك اللي كان يعيش في لبنان، التقيت انت وياته في رام الله بعد أيام النكبة، بعد 60 عام. 60 عام. تحكي لنا حجي، انت من اي بلد، من سكان اي بلد انتو؟ انا من سكان طيرة الكرم. نعم. وكنا ساكنين بالطيرة، فلما هجت الناس امي راحت الزيارة عند اهلها. امي قدمونية فعلا. امي قدمونية. راحت الزيارة عند اهلها. فلما راحت عند اهلها هجت الناس. هجت وهجت مع اللي هجت. وين طبوا بلبنان. فلما وصلوا لبنان، هناك قعدت بلبنان، اتجوزت بلبنان. اجاها اولاد 2 وبنت بلبنان. السماع من بعد ما احتلت اسرائيل وقعدت هالناس واستهدت، صاروا يبعثوا يروحوا ويجوا الناس. صرت اسأل يقولوا لي امك موجودة بالصور. صرت ابعث لها سلام وتبعث لي سلام. بعدين طلبتها واجت لعندي، قعدت عندي، قالت لي الك اخو 2 واخت، والحمد لله قاعدين ومبسوطين. هيا يعني حجي، انت هالفتره هاي كلياتها كيف كان هيك شعورك انت؟ يعني بتعرفي انه لك اخوة ولحد اليوم ما شفتين؟ الحمد لله. بدي اقول لك اشي، واحد الي 2 اخوة، 2 كان من ابوه، وكان واحد عندي هون وواحد بسوريا. اسا اخ اللي هون اتوفى، واللي هناك لما درب اخوه توفى، الاخر مرض وتوفى، ما ظل اللي ذاك. أقول يا ربي الاثنين هذول غايبين بعيدين عن عيني، لا شفتن ولا شافوني، وهذول الله أخذ ودعيتن، والحمد لله شو بدنا نعمل. أنا تجوزت مع ابن عمي، ابن عم أخو أبوه. والحمد لله الله أعطاني 6 أولاد وأعطاني 4 بنات. قعدنا وشفنا هاي سنة الحياة، وهاي هيك يقدر يعمل إشي غير هيك الواحد؟ يعني كل هالمأساة ولا. يعني حجة أنت من يعني الأصل من سكان طيرة الكرمل. نعم. في حنين لهذيك البلد، بتشعري إنه في إلك انتماء لهذيك البلد؟ والله رغم إن طلعت صغيرة، إني قبل مدة رحت أنا وأولادي هيك رحلة. قعدنا كلهم الاولاد قاعدين، وانا كنت تقول احكي يا مرت عمي، شو كلمه واحده ما حكيت، ما تتنيش غير الصفني ولا احكي ولا كلمه. كثير كثير ابرم بين هالتين وبين هالصبر، وهذا اللي ما حكيتش ولا كلمه، يعني من كثر اللي شو بده يعمل الواحد. يعني حجي، هاي نكبه ابناء شعبنا كلياتها. لابد اللي انت بتعرفي يعني انه الكثير من عائلات الفلسطينية اللي عانت نفس المعاناة اللي انت عانيتي منها، وفي اكثر حتى. طبعا انت اتصلتوا، طبعا حتى بنت اخوك اتصلت فيكوا انه ابوها اللي هو اخوك راح يجي على رام الله. تحكي لي كيف التقيتوا، كيف اتصلتوا مع بعض؟ رحنا وكانت الناس طافلة مشان يستقبلوا اللي بدهم يجوا، وصار الحكي يجوا على التبعة، ما اجوش، تأخروا للأربعة دقايق. هسه لما اجا صافي هالناس وقاعدين، احنا صافين بنسلم على اللي اجوا، اللي بنعرفه اللي بنعرفه كله بنرحب فيه واهلا وسهلا ونسلم عليه. ما طلعت الا اخوي عبدت وبنتي بتسلم عليه هاي. وهدينا على بعضنا، وكله ينادى ابو احمد، مين ابو احمد؟
المدمنة قلت لكم أختي أختي. من بعد 60 سنة التقيت فيه. كان لقاء مؤثر يا حجي. معلوم مؤثر، كله يبكي، كل الغريب والقريب يبكي على المشهد اللي شافوه. والحمد لله الله أنطانا وشفنا بعضنا وقعدنا مع بعض. شو شعرتي وانتي حضنتي لأخوك؟ شعرت حالي إني إسا اللي خلقان، إسا اللي خلقان والتقيت بأخوك. يعني حجي محمد، كان عندك إيمان بالله سبحانه وتعالى إنه يوم الأيام راح تلتقي؟ الإيمان عندك إنك أنت راح يوم أيام تلتقي معنا؟ إن شاء الله. أقول لك إشي واحد، كنت قاعدة هون هيك المغرب لحالي، أجوا ببالي إخوتي اللي توفوا، وأجوا هذول ببالي، قمت صرت أبكي، قعدت أبكي لحالي، اللي بيجي مطيعة وأنا برا عودت في القدس، قمت ونمت، إذا وأنا نايمة، ولا واحد بتقول لي فاطمة، فاطمة قمي سلم على أخوتي بالمنام. نعم. والحمد لله ثاني يوم يعني تحقق المنام. تحقق المنام بإذن الله. بعد في حدا من إخوتك ما شفتوش لحد اليوم؟ في لبنان. بتحكوا مع بعض على التلفون؟ يعني عبر موقع العرب شو بتوجهي له كلام؟ شو بتبعثي له رسالة؟ شو بتحبي تبعثي له رسالة؟ بنصير دولة فلسطينية جنب دولة إسرائيل، ونصير إن شاء الله بنصير نروح ونيجي على بعضنا، نتعرف على بعضنا.